اليوم بدنا نعلمكم كيف تقدروا تعملوا لانش كنترول على شانغان يونيتي. يلا نفرجيكم سوا. اول شيء بنضوي السيارة. اكيد الاي سي بده يكون مطفي. بنفوت على المنيو على الفيكل سنتر. بنفوت اول شيء على البادي. في شيء اسمه مثل ما شايفين لانش كنترول. بيطلع لنا بريكوشنز. هدول قبل لازم نكون قبل ما نعمل لانش كنترول نكون نعرف كل شيء. مثل ما شايفين يوز لانش كنترول ان بروفيشنال او كلوزد اريا. اكيد طريق مسكره وخط جالس. دو نوت يوز ان كولد ستيت. ما يكون الطقس بارد. دو نوت يوز وذ ام اي ال اون. ما بعرف شو هي. هولد ستيرينج ويل. بنخلي ستيرينج دركسيون ماسكينه منيح. وبعد ما نخلص اللانش كنترول بنبرد الجير بوكس لخمس دقائق ليرتاح. هون عندنا الاوبريشن ستيبس. اكيد بنحط السيت بيلت. سويتش بنحطها سويتش لسبورت مود من هون. بنطفي التراكشن كنترول اللي هي ستابيليتي. بنحط اجرنا فولي ديبرس بريك بادل ودي جير. بنحط اجرنا على الفريم وهولد بريك بادل فولي ديبرس اكسلريتر. بنحط اجرنا على الفريم وبنوصل ار بي ام لحدود 3000. بروموت لانش كنترول اكتيفيتد لسنتين والسياره بتعمل لانش كنترول. وهلا بنفرجيكم كيف نعمل كونفيرم. هون بيطلع لنا vehicle status met condition please allow the steps to activate the ejection start.